شكر للسي حمزة المسؤول الإقليمي على منظمة الديمقراطية الشغل ودي. شكر للصديق ديالي السي لطفي الكاتب العام الوطني الإخوة. شكرا كذلك موصول للإخوة اللي جاو معاه من الدار البيضاء والأصدقاء ديالي اللي ما كيعرفوش الإخوان يمكن من فاس، لأنه كاين علاقة كتربطني بهذه المنظمة ومع المسؤولين الوطنيين ديالها. اليوم في هذا اللقاء هذا الحقيقة أنا تفاجأت بعد العدد ديال الناس اللي حاضرين. خصوصا هما هادو الخدامة ديالي هادو دابا الديمقراطية للشغل تدخل في إطار كل هالامتيازات اللي كتخدم المصالح ديال العامل داخل الشركة ديال أوزون. ملي كتشوف البنود ديالها تقريبا دوك البنود اللي استفدت منهم اللي جيتها من المرة الأخرى، زائد واحد البنود الثانية بحال الرحلات الترفيهية للعمال اللي غادي تنظموا، غدار واحد البرنامج سنوي اللي غادي نبداو نخرجوا فيه العمال واحد الأماكن الترفيه عليهم. كاين كذلك المنح ديال والحوافز ديال التمدرس بالنسبة لأبناء العمال اللي كيقراوا في داك الأقسام ديال الابتدائي ديال من الأول حتى الشهادة، بالإضافة إلى ذوك الآخرين ديال العمرة ديال المنح في حالة الوفاة. هذه كلها امتيازات كيستافد منها خصوصا العامل. لماذا نوقع اليوم مع لو دي تي؟ لأنها نقابة فرضت راسها كذلك وكونت واحد القاعدة اللي سمحت لينا حنا أننا نتفاوضوا معها. وكنقول من خلالها ملي كنوقعوا مع لو جي تي ام وكنوقعوا مع لو دي تي، كنقول بأن أوزون راها ما كتشتغلش مع نقابة وحدة كما قيل عنها، وما كنفبركوش يعني ما كنصنعوش اتفاقيات ولا بنود باش نقولوا للرأي العام. ما اتفق عليه مع لو جي تي ام خرجناه لحيز الوجود، ما وقعناه اليوم مع لو دي تي سيشرع في اخراجه للوجود ابتداء من اليوم. وغادي نتبعوا عبر مواقع التواصل ان شاء الله الاجراءات كلها ديال هاد اخراج بنود ديال الاتفاقيه للميدان ولحيز الوجود. لذا نقول اليوم بمدينة فاس المنظمة الديمقراطية للشغل تحقق واحد المكسب إيجابي بالنسبة للشغيلة ديال شركة أوزون أو مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية والمهنية. وهذا كنقول بفضل الحنكة والرؤية ديال الكاتب العام ديال المنظمة بمدينة فاس اللي لعب دور أساسي في هذه المبادرة وتنحيو عليه، وكنعتبرها أنها بوابة لتوقيع اتفاقيات أخرى سواء بالنسبة لشركة أوزون ولا كذلك بالنسبة لشركات أخرى اللي بالطبع كتنخرط فيها المنظمة الديمقراطية للشغل.